ووصف المبعوث الأممي الأسبق إلى الصحراء الغربية كريستوفر روس قرار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بخصوص الصحراء الغربية بالأحمق وغير المدروس، مشيرا إلى أنه يتعارض مع التزامات الولايات المتحدة المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة. كما أكد روس أن المغرب يعرقل عمل المبعوثين الأمميين إلى الصحراء، مشيرا إلى أن استقالة المبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية هورست كولر من منصبه لأسباب صحية كانت على الأرجح بدافع الاشمئزاز من عدم احترام المغرب وعرقلة جهوده المبذولة للدفع نحو التسوية.